شكرا لكم. اما هلا رجعنا لحتى نكمل فقرات برنامجنا اريج، ولا وين وصلنا؟ وصلنا ميسان لعالم الطفولة ومحطتنا التالية يعني بنتطرق فيها لأبواب مرحلة عمرية بتتصف بالحساسة، وفيها بتم تأسيس الشخصية وبناءها، وبيحتل اللعب دور كتير كبير بهالمرحلة، لكن إذا استند جانب التسلية فيه إلى قواعد تربوية وهادفة. لنحكي أكثر بشكل موسع عن هالموضوع بصيرنا اليوم أنه نرحب بالدكتورة راما زرق، سفيرة النوايا الحسنة للطفولة. يسعد صباحك دكتورة. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيكي. رمضان كريم. رمضان كريم عليكم وعلينا وعلى وطننا الغالي. تسلمي دكتورة، ينعاد عليك بالصحة والسعادة. أنشطة كثيرة يمكن بعالم الطفولة خلال هذا الشهر الفضيل عم تشتغلوا عليها، لكن بالبداية رح نحكي شوي عن أهمية اللعب عند الأطفال. شو أهميته؟ أين تكمن أهمية اللعب؟ اللعب خليني أحكي من أبرز مقومات التربوية اللي موجودة هلا عن جد حاليا باللعب. اللعب طبعا له أنواع وله أشكال وله حسب عمر الطفل بتتقسم اللعب. اللعب له كثير معنى، وخاصة اللعب القائي اللي بيبدا من الطفوله المبكره. اللعب لانه بيطور العقل والجسد عند الطفل، بينمي قدراته الخياليه الادراك، وخاصه اللعب التلقائي. انا كثير بركز على اللعب التلقائي لانه هو بيعطي فسحه للطفل لحتى يبدع ولحتى يقدم شيء يبرز شخصيته. كيف اللعب التلقائي دكتوره؟ اللعب التلقائي هو اللي بيبدا عند الاطفال قبل السنتين من عمرهم. الطفل بيقوم حركات عشوائية وتلقائية. هذا اللهو اللي هو بيقوم فيه هذا كتير عنده إشباع فيه للطفل، يعني بينمي جزء من، نحن دائما أثبتت التجارب أنه 75% من نمو الدماغ عند الطفل بيبدأ بعد الولادة. فالطفل وقت اللي بيلعب فهو بيخلق لإله جو، بيعلمه مبادئ كتير، مبادئ اجتماعية موجودة نحن عنا. يعني مثلا وقت اللي بيلعب هذا الطفل مع أطفال موجودين مثلا مثل البقالة مثلا، بيفتح مثلا انه مثل محل، فهذا بيعلمه مبادئ اقتصادية، بيعلمه كيف يبيع، كيف يشتري، كيف يتعامل مع الطفل الآخر، بيزيد من حصيلته اللغوية وقت اللي هو عم يتكلم مع الطفل بشكل متكرر، فهو بيكتسب معارف كتير وإدراك كتير. هذا بيشبع له لهذا الطفل النمو، بيؤدي إلى ربط حتى الخلايا العصبية بالدماغ. فاللعب التلقائي هو لعب كتير مهم. طبعا احنا في آباء أحيانا أنه بيمنعوا الطفل يلعب بهي مثلا أنه لعبة كرة قدم، نزل مثلا لعب مع رفقاته، هي لا، لازم نعطي هذا الطفل مساحة صغيرة كتير ليقوم بهذا الشيء، حتى لو كان عشوائي، حتى لو كان في أذى. طبعا أذى ما حيكون كبير لأنه هو طفل صغير، ما حيكون. فهو كتير هاي المرحلة كتير حلوة وكتير مهمة وكتير بتنمي من شخصية حتى الطفل. اجتماعيا يمكن إلى أهمية هي أكيد المرحلة. لأنه هو لأنه طبعا نحن أطفال، وخاصة نحن بالأزمة عنا الانعزال الكامل عن التعامل مع الأطفال بيؤدي للانعزال، للأنانية، لعدم الثقة بالنفس. فأنت وقت هذا الطفل عم يتعامل مع أطفال آخرين بينمي عنده هذا الشيء، بينمي الثقة بالنفس، بيعطيك كيف يكون اجتماعي. فهي كتير هي المرحلة مهمة وكتير أنا بركز عليها. يعني بالشوارع أحيانا بتلاقي الأطفال عم يلعبوا، في كتير بيمنع أولادهم أنه يقوم بهذا الشيء. لا بالعكس، هي كتير مرحلة مهمة وكتير حساسة ولازم الطفل يقوم فيها. فنحن مش عنا عم نركز على اللعب التلقائي. دكتورة خلينا نتعرف أكثر على أنواع اللعب يلي لازم يمر فيها كل طفل وكل مرحلة عمرية بتتعلق بالطفولة، وأيضا نركز يمكن على مثل ما قلتي أنواع اللعب يلي ممكن الأهل يحرموهم منها، وخاصة في بعض الألعاب ممكن تأثر سلبا على شخصية الطفل. أكيد هلا في ألعاب، خاصة هلا الألعاب الإلكترونية الموجودة أثارها كتير سلبية، خاصة الأهالي بتركون ساعات طويلة. يعني هلا هي أكيد لها أثر إيجابية لأنه هي بتعطي بتفتح لك العالم. نحن بالأخير قرية صغيرة، فهي عم تفتح لعالم تاني، أكيد فيها رسائل تعليمية بتعلم هذا الطفل، ولكن هي آثارها سلبية أكثر. الساعات الطويلة بالجلوس على الألعاب الإلكترونية كتير مؤثرة على الطفل. يعني مؤثرة أول شيء بتمنع الإبداع عند هذا الطفل. الساعات الطويلة بتقوم على حتى التأثير على البصر. أنت هذا الوميد السريع للألعاب السريعة المتقطعة هي كتير بتأثر على الطفل. حتى في أطفال يصابوا بالصرع، يصابوا بالرعاش.
هي الساعات الطويله كثير مؤثره. حتى في العاب بتعطي الاشعه الكهرومغناطيسيه، الطفل وقت اللي بيتعرض لها لساعات طويله فهو بيمتص 70 80 ميجا هرتز على جسمه. هذا بياثر على هشاشه العظام، على التهاب الاعصاب. فهي الساعات الطويله كثير كثير مؤثره، حتى بتوصل لانعزال الطفل وقت اللي بيقعد بيصير عنده ادمان وبيقعد بغرفته لحاله ساعات طويله مع اجهزه الكترونيه. فهذا بياثر كثير على الطفل. ما تفكروا حالكم انه انتم عم ترتاحوا شوي من اطفالكم، عم يرتاحوا مؤقتا، بس هي اسعارها لبعدين كثير حلوه، بس تكون ساعات كثير قليله محدده. طبعا هذا بيعود للاهالي، بيعود للتربيه الموجوده بالبيت، الطريقه يمكن والطريقه تمام. هلا الالعاب بتنقسم بين اللهو بين اهدافها تربويه. عندنا مثل ما حكيت بالاول هي الالعاب التلقائيه، في عندنا طبعا هذا بده يكون قبل السنتين لأن الطفل بيقوم بحركات عشوائية، فيترك هذا الطفل أنه يتصرف بأي شيء هو واستكشافه كمان. بيستكشف إيديه، بيستكشف اللي أمامه، الأشياء الحسية هي كلها بتعطيه نمو لقدام. في عنا الألعاب ذات قواعد، يعني إلى قاعدة معينة، إلى هدف معين. هي الألعاب من أي عمر بتبدأ؟ هي بتبدأ من بعد السنتين. يعني من بعد السنتين بيبدأ هذا الطفل اللي يتعلمها، بمعنى كيف ذات قواعد، أنه ممكن لعبة وراء، ممكن ألعاب المكعبات اللي بتعطي رسالة معينة إلى قاعدة معينة، أنت تركب قطعة على قطعة، بيصير بيبدأ الطفل بيتأقلم فيها وبيقدر يحسبها أو يفكر فيها، يدركها لهي الألعاب. تيجي بعدها عنا الألعاب التمثيلية اللي هي بتكون قبل المدرسة، يعني وقت بنشوف نحن كتير أطفال بيقعدوا بيمثلوا مع بعضهم، بيعملوا حركات، هي نترك الطفل يمارسها لأنه هي كتير بتنمي بتطور الآفاق المعرفية عنده. في عنا ألعاب فنية اللي هي بتعطيه الحس والرسم الخيالي، بيفضل الطفل بيرسم بيعبر، لأنه كتير الألعاب بتبين للأهالي مشكلة الطفل إذا كان عنده مشكلة، وبتبين مواهبه إذا تمام عنده موهبة. إذا عنده موهبة فهي بنقدر نحن ننميها، وممكن تكون مشكلة عند الطفل. يعني الطفل ممكن يرسم شيء هو يعبر عن ذاته، ما بيقدر يعبر بالكلام ولكن هو بيعبر بالرسم. فهي كتير كمان مهمة كتير عند الطفل. عنا الألعاب الإدراكية اللي هي طبعا مسؤولية الآباء وبالمدارس المدرسين المعلمين، انه هن يبنوا او يعطوا بيئه. طبعا هلا عم تطبق بمدارسنا الخاصه، انه بيقوموا بغرف خاصه للاطفال بيبدا فيها الالعاب، بيبدوا بيلعبوا فيها، بيخلقوا لحالهم. شو بيكون الهدف منه؟ هذا الهدف انه نحن نعطي هي البيئه، هي الى اهداف اجتماعيه تربويه للطفل. وقت اللي بيكون مع مجموعه من الاطفال، وقت اللي بيمارسوا لعبه معينه بيبداوا فيها، فهي كثير بتعطي للطفل حتى ثقه بنفسه، يعني ثقه بذاته انه هو قادر يعمل شيء، قادر يساوي ولو جزء بسيط. يترك هذا الطفل يمارس اي شيء هو بده اياه. في عندنا طبعا اكيد العاب التركيبيه البنائيه اللي بيبدا بعد المدرسه، بيبدوا بالتركيب اللي احنا بنسميهم هلا، هي ما لها مكعبات، هي اكثر هي البازل، هي اللي كثير بتنمي حتى الحس الرياضي، حس عم نشوف يعني العلمي موجوده، وهي موجوده صارت بكميات وبرسائل كثير مختلفه وحلوه كثير للطفل. يعني انشطه كثير حضرتك عم تقومي فيها حاليا خلال كمان شهر رمضان. بما يخص الالعاب عند الاطفال خلينا نحكي عنها دكتوره. هي من ضمن انواع الالعاب هي الالعاب خلينا نقول التفاعليه اللي هلا بتبدا، مثل المسارح التفاعليه اللي عم نقوم فيها للاطفال بالمسارح بالمراكز. هلا طبعا المنظمات عم بتقوم بهذا الشيء ولكن ضمن اطار مغلق، يعني ضمن غرف، ضمن مراكز معينه. نحن هلا عم نحاول وخاصة هلا بالصيف بالنوادي الصيفية انها تكون مفتوحة، تكون اوت دور، يعني يكون الطفل اخذ راحته، يجري، يركض، يمارس عمل معين لهذا الطفل. فنحن عم نقوم بهذا الموضوع بالانشطة انها تكون خارج، يعني بالنوادي، بالحدائق اللي هلا موجودة عندنا. طبعا هي كمية كثير محدودة عندنا، وبسبب طبعا الأزمة والأوضاع الأهالي ما بيحاولوا كثير يخلوا الأولاد يخرجوا لهذا الموضوع. بس هلا صار في نوادي صيفيه بالمدارس عم نقوم بهذا الموضوع وبهي الانشطه للاطفال. دكتوره يمكن في كثير العاب مثل ما ذكرتي بتاخذ وقت كثير كبير بالنسبه للطفل، وخاصه هلا مع نهايه المدارس، خلصت المدرسه الوقت مرتاح ومتاح لكل طفل. قديش المده المعينه يلي لازم يلعب فيها الطفل، قديش هي تكون مناسبه له يعني ما تاثر عليه سلبا، وبنفس الوقت كمان تشغله الام بي اشياء مفيده يعني مو بس اللعب؟
هلا انا دائما بقول هي نصيحه للاهل انه دائما يكون اللعب التلقائي او هذا الحر اللي انا عم اقول عنه اللي يترك الطفل ياخذ راحته ما تكون اكثر من ساعه ساعتين يعني يعطي مجال ولكن هي بس ساعه ساعتين. الالعاب الالكترونيه ما تكون اقل من عمر السنتين, يكون كمان ضمن ساعات معينه. انا كثير بركز لعب الاهل مع الاولاد لانه الام والاب بيختلف لألعابهم, يعني دائما الام بتروح على الالعاب الارشاديه اللفظيه الاب بس بدها تعلم الطفل, اما الام بتروح على الاب بيروح على الاعمال الجسديه يعني بيلعب معه بيحاول يعني ياخذ نوع من انواع الرياضه الجسديه. هلا الاثنين مطلوبين والاثنين مهمين. كثير بركز على لعب الاهل يكون مع الاطفال ويخصص لهم يوم بالاسبوع يكونوا مع فعلا الاهل لانه هي كثير بتعطي يعني يعلم الطفل الرابط الاسري الترابط الاسري كيف يتعامل مع الاخرين, هي كثير مهمه وبركز كثير عليها. يعني يمكن دائما الاهل بخافوا من انه يتركوا طفلهم يستكشف المحيط. تمام. وبخاف من هو بعمر صغير او حتى وقت يكبر اكثر شوي شوي كيف بيقدروا هن يمشوا معه خطوه خطوه ليخلوهم يمكن يحموهم وبنفس الوقت يخلون انه هن يلعبوا ويعبروا عن حالهم. هي اللي أنا هلأ قصدت فيها هي الالعاب الادراكيه, يعني انه دائما يكونوا هن خليني عند نظرهم للأطفال محيطين فيهم مدركين فيهم بس يتركوهم. يعني هلا في امهات مثلا انه خرب البيت عمل كذا معلش تركيه يعني تركيه ولو فترة, طبعا أكيد ما له دائما مشان ما يتعلم الفوضى أنه يصير فوضى. بس هو بيخاف في فوضى تمام بس معلش ولو فترة صغيرة لأنه الطفل بحاجة لهذا الموضوع, هو هي الفترة اللي هي تتكون شخصيته. فأنا بدي أترك له هذا المجال لحتى هو يستكشف, مو أنا ما علمه للطفل الاتكالية. يعني أنا ما علمه أنه أنا دائما بدي مشيك أنا دائما بدي أكون معك أنا لازم دائما إذا أنت تعرضت لمشكلة أنا لازم أكون معك, لا أنا بترك الطفل يتعلم المشكلة بعدين بنبهه. نحن لا نحن فورا انه لا انا بخاف عليه بخاف ينزل انا ما انا دائما بقول لهم انه حتى ينزل على الشارع ينزل على الشارع اكيد ضمن ضوابط يكون الشارع آمن او بس ينزل الطفل لانه ما بيتعلم الا هيك ما بيتعلم والا حيكون له اثاره السلبيه لبعدين. كمان دكتوره اذا بدنا نحكي شوي عن تقسيم العطله الصيفيه بالنسبه للطفل, يعني في كثير اهالي دائما بفضلوا انه يتبع ابنهم دورات تعليميه وايضا يمكن يزيدوا عندهم مهارات معينه او حتى مثلا لغه معينه بيعطوا دروس تقويه ويمكن بيهملوا الجانب الترفيهي للطفل. هلا هون كيف تنصحيهم كيف تنصحي انه يقسموا وقت طفلهم بهالعطله الصيفيه بيستفيد منها وايضا بيستفيد من الناحيه التعليميه؟ هلا مشان هيك انا رجعت ركزت على اللعب. اللعب له اهداف تربويه, له كثير اهداف تربويه بتوصل هي الفكره اللي نحن يعني انا اجمع التعليم واجمع بنفس الوقت اللهو. يعني اللعب هو ما له ترفيهي, اللعب هو ما له لا ابدا هو ما له ترفيهي ابدا, هو كثير له اثاره الايجابيه على الطفل. بمعنى خليني اقول انا دائما اللعب هو مختلف عن العمل. العمل انا بعلم الطفل انه انا مثلا انت بدك تدرس لحتى تنجح دراسيا له هدف. اما اللعب الطفل ليش بيحبه؟ لانه هو بيريده, يعني الطفل هو اللي بيطلبه. فانا وقت اللي بيطلب هذا الطفل وبيكون في يكون في له هدف تربوي فهو بيتركز عند الطفل يشبع هذا الطفل تعليميا وبنفس الوقت اللهو. اللهو كثير مهم اللي هو نتيجته اللعب, فهذا كثير انا بركز عليه انه انا خليه يلعب الطفل بس يكون له هدف. هدف ماله اجباري, يعني انت بتدرس مشان تنجح. انا ما بعلمه هذا الشيء, انا هذا اللي هلا عم بعمله بحمله مع المركز زياد صقر التعليمي لدراسه اللغه الانجليزيه بحمله الف طفل. عم نقوم بهذا الشيء, يعني انا علمه اللغه الانجليزيه ولكن مو بس قواعديا, انا علمه للطفل وانا عم بلعب معه علمه كيف يحكي كيف يمارس اللغه العاميه اللي هي اللغه الانجليزيه. فهي انا بكون علمته اللغه الانجليزيه اللي هي لغه العالم اللي هي لازم كل الاطفال تروح على اللغه, وبنفس الوقت حبب له اياها وبنفس الوقت انا اطور له المهارات انه يكون في عنده لغه ثانيه. يمكن بيتقبل الطفل هالطريقه اكثر واسهل, كثير بيتقبل وبكون ضمن
مجموعة بتكون أنت عملتي له بلعبة، يعني خلال اللعبة أنت عم تعطيه، عم تلقميه مفردات إنجليزية مثلا أو بغض النظر شو ما كان يكون، تعطيه هيدا كتير بيتقبل وبيحفظها سريعا، يعني هو بيحفظها وبيمتصها بشكل رهيب. فأنا كتير بركز على هذا الموضوع. يعني منلاقي أحيانا الأهل من عمر معين ببلشوا يقولوا لهم لأولادكم خلص أنتوا كبرتوا تمام، ما بقى في تلعبوا، لا كبرت على هاي اللعبة وكبرت على هاي اللعبة، خاصة البنت يعني صرت صبية صبية يعني من صفة لا لأي عمر لأي عمر فعلا المفروض أنه نترك أطفالنا أولادنا أنه هن يلعبوا ويمارسوا الألعاب يلي بحبوها مع اختلاف هاي الألعاب من عمر لعمر. هلا نحن في عنا مشكلة شوي بهذا الموضوع، هي طبعا ما لها هي مشكلة لا تحل، هي مشكلة ولكن نحن منعاني فيها أنه الأطفال في عنا أحيانا من يعني ازدياد وعي الطفل أنه عم بيروح للعبة معينة وعم بيضل وقت طويل فهو ما عم بيصير عنده هذا الإبداع. نحن عنا إياها مشكلة أنه هلأ الأطفال بتحسيهم كتير واعيين، كتير عندهم ذكاء وبتحسيهم إيه، يعني تعدي معه للطفل بتحسيه أنه عم بيناقشك وبياخذ هو شخص كبير ما له صغير. فالأهالي بيعتبروا أنه خلاص ابنهم كبر فهنا بيلقموه أو بيعطوه أشياء أنه أنت ما لازم تعمل هيك لأنك كبير. أنا ضد هاي الفكرة تماماً، انا بعطيه يعني بعطي حتى لو غلط انه انت غلطت بس انه هو كان لازم، يعني انا بعطيه نصيحه ولكن انا ما بوجهه، بتركه هو يوجهه هو يعالج المشكله، يعني يحس انه هذا غلط ويصلحه هو لحاله، انا بنصحه بس انا ما بوجهه. انا هي النقطه كثير بركز عليها. الاهالي نحن لا مثل ما قلتي انه هو بيكون صار عمره صف خامس، انت شاب يلا روح اهتم باختك. هلا حلو هذا الموضوع بس هو ما يكون كثير متطرف ويكون حد معين فقط مو اكثر من هيك. يعني لاي عمر دكتوره؟ هلا مثل ما قلت انه هلا انا ببدا من ايام من ابتدائي، يعني من 6 سنين اول ما بيدخل على المرحله الابتدائيه انا كثير بركز على هذا الموضوع اني انا اعطيه مجال. هلا من قبل هو بيكون تلقائي فهي الاهل سهل عليهم انه يتركوه لانه هن ضمن نظر الاباء ويكونوا بالبيت الاولاد فهو ضمن نظرهم. اما بالمدرسه لا، هون بيبدا بقى بي 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 بمرحله مختلفه، بيصير بيختلط مع الاطفال، فانا هون بدي اعطيه هذا المجال لهذا الطفل ضمن طبعا قواعد وضمن قوانين انا بمشي عليها ولكن بدي افسح له المجال. الطفل لازم اعطيه مجال لانه هو يعمل شيء اللي هو بيحبه. يعني منشوف بالألعاب الإلكترونية حضرتك ذكرتي أنه فعلا هي إلى مضار سلبية كتير، أحيانا الأهل بيقولوا أنه لا زكي لك ما شاء الله عليه والله مسك الموبايل وفتحه لحاله وقدر يشتغل ومبسوطين هنا بهي الحالة، أو أنه شايفين أنه هذا الشيء ممكن يطور الذكاء عند الطفل. شو مدى هالمعلومة؟ هلا هي صح، هي ما بيقدروا الأهل، لك بالأخير نحن بدنا نعيش ضمن التطور اللي موجود. أنا ما فيني أمنع الطفل إنه ما يلعب بهي الألعاب الإلكترونية، بس مثلا ما تكون قبل السنتين. يعني نحن هلا في عنا أطفال أنا بشوفهم سنة ونص ماسكين الموبايل قادرين يلعب، شهور عم يعطون، يعني عم يعطون شهور. أنا هي ضدها تماما، ضدها تماما لأنه هي كتير بتأثر على الطفل جدا، يعني نفسيا واجتماعيا وحتى كنمو لهذا الطفل. أنا ضدها هي تماما. بعد السنتين ممكن يمسكه ولكن ضمن ممكن تكون 10 دقائق. لكن دكتورة في أطفال يمكن صار عندهم هيك ولع بالموبايل من هن وصغار بيتفرجوا عليه، هي أكيد يعني الأهل بيكونوا زرعوا عندهم هالموضوع لأن الأم يمكن بتكون مشغولة ببعض الأشياء فبتسكت ابنها عن طريق الموبايل أو الآيباد أو أي وسيلة تسلية تانية، الطفل بيعند عليه وبصير بيبكي دائما أنه بده الموبايل بده ألعب الموبايل. هلأ هون كيف الأم بقى بدها تخلص من هالورطة اللي وقعت فيها؟ يعني أنا عندي أنه أتركه يبكي، معلش يحس أنه مو أي الطفل مو أي شيء بيحصل عليه لا أو هذا بيضرك فأنا ما لازم أقدم لك يا. أنا بتركه بعطيه بس إنه بفترات صغيرة وطبعا وتكون موجودة الأم، يعني أنا مو أعطيه وامشي، مو أعطيه وأنا أروح مثلا أعمل أي شيء وأتركه لهذا الطفل لا، لأنه هذا بده يأثر عليه بعدين ما عاد فيها تقدر تتحكم أو تسيطر الأم. أما بعمر معين هي قادرة تسيطر على هذا الطفل، فأنا ضده تماما هذا الموضوع، ضده تماما. هلا بالمدرسة أنت ما فيك تتحكم كتير لأنه بيصير بيقول أنا رفقاتي حاملين، أنا رفقاتي، أنا ليش غيرهم، أنا ليش ممكن أنا أحدد هون بقى بحدد ساعات بس أنا بدي أعطيه مجال. قبل أنا ضده تماما يمكن بس بوقتها بقدر أحدد إذا كان من الأصل ماشيين صح
اما اذا من البدايه لا ما اكيد لا اكيد ما حتظبط. احيانا بعد يعني الاشخاص ما بيكون عندهم غير طفل واحد في المنزل وبيكون محاط بعائله كلها اشخاص كبيره بالعمر وكمان بنفس الوقت اهتمام. وقت ما بيكون متوفر طفل لحتى يلعب معه الولد الصغير، شو هي هو اللعب يلي ممكن يقوموا فيه الاهل يساعدوه للطفل ليطلع يمكن من حاله هو اكيد ما راح يكون مبسوط انه هو وحيد وما في له من عمره حدا عم يلعب معه؟ انا هون مثل ما ذكرت قبل هي الالعاب الادراكيه، انا الاهل يعملوا شيء بالبيت يخلقوا له بيئه ليلعب فيها، يعني مثلا غرفته مثلا يحطوا له خزانه، يحطوا له العاب، يتركوه فتره يلعب لحاله، مثلا يطالعوه يحطوه بالنوادي الصيفيه، كثير هلا في عنا نوادي صيفيه ممكن. بالحدائق انا ممكن وجهه يلعب مع الجيران، يطلع يلعب مع الاطفال جيرانه بالبنايه بالمدرسة، انا هي كثير بركز عليها، كثير هي بركز عليها لانه هي كثير مهمه. يعني بالفعل هلأ عم تنتشر بشكل كبير كتير النوادي الصيفية، ويمكن ما في منطقة أو ما في مدرسة اللي ما عم تعمل بعض الأنشطة الصيفية اليوم. قديش الأهل لازم يلتفتوا لهذا الموضوع؟ يعني ما يقولوا إنه والله خلصت المدرسة، خلص خلص الالتزام وخلصت يمكن الروحة والجية على المدرسة وهذا الالتزام يمكن اللي بيحسوا فيه وقت المدرسة. قديش بالفعل مهم النادي الصيفي؟ كتير مهم، ونحن كتير مركزين عليه النوادي الصيفية، وهلأ صارت ازدادت النسبة طبعا بعد ما يعني صار في أمان هلا بمنطقة دمشق. أنا كثير الحمد لله طبعا بنحيي الجيش العربي السوري، فهذا الموضوع كثير هلا ركزوا النوادي الصيفية، زادت عنا هلا دورات، حتى المبادرات والجمعيات كثير عم بتقوم فيها، يعني ممكن هي ما تكون إعلاميا ظاهرة ولكن كثير في عنا فعلا فعلا شباب كثير مركزين على النوادي الصيفية، والأطفال عندهم إقبال، يعني حتى الأهالي بيكونوا ارتاحوا فترة شوي من الطفل إنه هن عم بيسجلوا بهي النوادي الصيفية، فأنا كتير بلاقيها حلوة. والدولة كمان صار في توجيه لها، بشكر وزارة التربية فعلا عم بت كتير تمشي بهي المرحلة تبع اللعب، وكيف كيف أنا بدي أخلي المعلم فعلا يدعم الأطفال المدرسة ويعطي مفهوم اللعب وكيف إلى أهدافها التربوية والاجتماعية للطفل. دكتورة بالنهاية نصائح أخيرة لكل الأهالي لحتى يتعاملوا بشكل جيد مع أطفالهم من ناحية اللعب وتنظيم وقتهم. أنا عندي بس أنه تتحدد الساعات فعلا للطفل للعب، واللعب يكون فعلا بشكل تلقائي، أنا كتير بهتم بهذا الموضوع، وفعلا يتسجل نوادي صيفية يكون الطفل نكسب تعليميا ونكسب كمان ترفيهيا للطفل، كتير بركز عليها وبتمنى عن جد انه كل الاهالي اطفالهم يكونوا بهي النوادي لنبني عن جد جيل قادر يبني سوريا ان شاء الله. اكيد نحن كتير نشكرك دكتوره راما زريق سفيره النوايا الحسنه للطفوله ونورتي صباحنا. حبيبتي انا نورتوا انتم وقناه الاخباريه ومشكورين كتير. شكرا لك دكتوره. اما هلا